وانا باخد الكلام ده برجع هنا على دكتور عمرو. انا عندي وضع سياسي شديد الصعوبه في المنطقه. المنطقه بالكامل تقريبا شديده الاحتقان، او على الاقل فيما هو قريب مني. انا عندي ليبيا وعندي السودان وعندي فلسطين، واصبح في عندي الجبهه السوريه الاردنيه والضربات الامريكيه اللي بتحصل، وعندي في العراق وضربات امريكيه، وعندي اليمن السعيد للاسف لم يعد سعيدا وباب المندب. وبالتالي وضع سياسي شديد الصعوبه، هتعامل ازاي مع هذا الوضع السياسي وانا بحاول ابني رؤيه اقتصاديه وبرتب اولوياتي؟ صحيح. انا سعيد اتكلمت على كتاب الاقتصاد واتكلمت على ماركس. طيب بالمناسبه ماركس دي كلمه شهيره، قال لك جون سوي با ماركسيست، انا لست ماركسيا. لست ماركسيا لانه هو ماركس. لكن شوف، كلمه ماركس مهمه قوي، لان من فكر او فكره تم تحوير هذه الافكار الى منهج ومدرسة خدتنا بعيد، خدتنا في حتة تانية خالص. فالفكر مطلوب والوثيقة مطلوبة، وسنرجع للوثيقة. كتاب الاقتصاد علمنا ثلاث حاجات. يمكن أنا هتكلم من 91، إحنا مش قدام قوي، لكن عاصرنا فترة التسعينات، وعاصرنا حاجة اسمها الإصلاح الاقتصادي، حاجة اسمها برياس، برنامج المصري للإصلاح الاقتصادي 91. وتعلمنا إن الإصلاح الاقتصادي، إحنا دولة قديمة بالمناسبة في الإصلاح الاقتصادي، إحنا مش دولة جديدة. وشغلنا مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي، والبورتفوليو بتاعت البنك الدولي بتاعتنا كانت 2 مليار او 3 مليار في سنه 2013، النهارده فوق ال 40 مليار. يعني احنا دوله عندنا جداره ماليه وعندنا جداره ائتمانيه، ونعرف نتعامل ازاي مع الاقتصاد الدولي اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو بقى فيه انسرتينتي من 2020. كنا زمان واحنا في الكليه واحنا صغيرين كنا بندرس ان الازمات الاقتصاديه بتحصل كل 100 سنه كل 50 سنه. النهارده من 2020 الازمات الاقتصاديه، والناس لازم تعرف هذا الكلام، ودي مش شماعه، الازمات الاقتصاديه ممكن تحصل كل شهرين ثلاثه او كل فاللايف سايكل بتاعه الانسرتينيتي بقت عاليه جدا. احنا بنعيش في عصر فيه انسرتينيتي بشكل كبير. هل تقدر تعمل خطه اقتصاديه؟ طبعا تقدر تعمل خطه اقتصاديه. هل ده يعني ان انا ما اقدرش اخطط؟ لا، انا عندي رجلين اتنين. صحيح ان عندي ضربات، لكن عندي رجلين اتنين. اهم حاجه يكون عندك رجليك واقف عليها. ضربات هتاخد، ضربات هنتضرب، هنتخبط، هنقع، لكن ما دام رجليك القواعد بتاعتك ثابته هو ده المهم. احنا في مصر عندنا مدرسه اقتصاديه كبيره جدا، مش عايز اتكلم على اسامي. احنا تربينا، يعني الله يرحمه استاذ الدكتور علي لطفي علمنا، كان استاذ في الكليه علمنا كده، التنميه الاقتصاديه هي ضربات متوازيه متواليه في اتجاهات متعدده في وقت واحد. الدولة، أنا في وجهة نظري الشخصية، وكلنا بنعشق هذا الوطن، الدولة كدولة ما قصرتش. الدولة عملت كل شيء، بنية تحتية، جذب الاستثمار، تعديل في القوانين، فيجن. وبالمناسبة أنا يمكن يعني اختلف في شيء، الرؤية مهمة جدا، بس أنا شايف إن احنا مش محتاجين وثيقة. الوثائق كتيرة جدا والأفكار كتيرة جدا، احنا محتاجين روشتة. وفرق بين روشتة وفرق بين وثيقة. الوثيقة ورقة، لا أنا محتاج روشتة موجودة بأفكار وبرؤية وبوقت زمني وبكي بي آيز. يعني أنا عندي شخص هجيبه هقول له حضرتك هتقعد سنة سنتين، أدي الكي بي آيز بتاعتك. وطبعا الناس فاهمة عليك بي آيز، يعني إنديكيتور، مؤشرات أداء. حضرتك ما أديتش هذا العمل بهذه المؤشرات اللي متفق عليها، شكرا مع السلامة، نشوف شخصية تانية، ويتم اختيار الافضل. فانا كان رايي ان احنا مش محتاجين روشيتا بقدر ما محتاجين روشيتا تحدد لنا الامراض بتاعتنا، او خلينا نقول الجابس او فرص التحسين، عشان نقولها بطريقه يعني ظريفه اظرف، فرص التحسين عشان نقدر نتقدم للامان. ولا سيما ان احنا عملنا كل شيء. اولا كتاب الاقتصاد علمنا، وحضرتك اتكلمت على كتاب الاقتصاد، ويمكن تجربه الاصلاح الاقتصادي علمتنا ثلاث حاجات. ان انا محتاج بوليتيكال ويل وتشامبيون، عندنا وعندنا تشامبيون طبعا. يعني ده مش كلام عمرو صالح، ده كلام كتاب الاقتصاد. يونيد تشامبيون، محتاج بطل وعنده اراده سياسيه. عندنا رئيس وعندنا بطل من حديد صحيح. لا ينام، وكلنا مختلطين بساده الوزراء زملاتنا والناس شايفينهم ما بيناموش، بيشتغلوا 24 ساعه. عندنا كونسلتيتيف بروسيس النهارده اللي بيتم، اللي هو الحوار الوطني ده كونسلتيتيف بروسيس، لازم زي ما قال زميلنا الفاضل ان يتم الاصلاح من خلال الناس، لان يعني مفيش حكومه بتعمل اصلاح لوحدها. لو عملت اصلاح لوحدك تفشل. شوف الناس عايزه ايه ولم الناس حواليك عشان تشتغل، ثم بعد كده يكون عندك الرؤيه فيجن. فالرؤيه طلعت والوثيقه طلعت، واتكلمنا على الوثيقه من فتره وقلنا الوثيقه ممتازه حلو. لكن انا رايي الشخصي، وده هذا الكلام بقوله بقالي 25 سنه استاذ يوسف، مشكلتنا مش في الماكرو، مشكلتنا في المايكرو تحت.
عندك رئيس وعندك قيادة سياسية وعندك ناس بتشتغل وعندك بنية تحتية اتعملت وعندك إعلام بيشتغل وعندك بعثات وعندك وزراء بيروحوا بنك دولي وصندوق نادي دولي وعندك ماركتينج رائع. لكن مشكلتنا في تحت في الجراس روت في الكريتيكال ماس اللي انت بتنزل تروح اسم شرطة تروح محكمة بتروح المصلحة بتروح الهيئة ادخل محكمة ادخل اسم ادخل شوف 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 الشغل لازم يتعمل هنا. وحضرتك يمكن اتكلمت على دولة مش عايز اذكرها لكن انت اتكلمت عليها قبل واحنا في الحوار. شوف الدولة دي ماشية ازاي من فوق لتحت. أوكي. من فوق لتحت كله ماشي بنسق واحد. لكن احنا للاسف عندنا مشكله في القواعد التنفيذيه في 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 الجراس روت. هي دي المشكله اللي موجوده. احنا محتاجين اللائحه التنفيذيه بتاعه الرؤيه. طيب.